الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحبتي في الله، في هذه الحلقة إن شاء الله سنتعرف أو سنقوم بشرح البرنامج الغني عن التعريف كامتازيا ستوديو، الذي يستعمله أغلب الناس في التعديل على الفيديوهات وفي تصوير شاشات الكمبيوتر. إذن هو برنامج رائع، وهو أحسن البرامج في تصوير شاشة الكمبيوتر والتعديل يعني الفيديوهات. إذن في هذه الحلقة إن شاء الله سنتطرق إلى شرح هذا البرنامج خطوة خطوة، وسنتعرف على جميع وظائف هذا أو جميع الأيقونات ودورها في هذا البرنامج. إذن فلنبدأ على بركة الله. إذن رابط البرنامج سأضعه لكم في أسفل الفيديو في الديسكريبشن، وأود أن أذكر بأن هذا البرنامج يحتاج إلى سيريال. أنت ستحمل، سأضع لك رابط تحميل النسخة أو في أسفل الفيديو في الديسكريبشن، سأضع لكم رابط تحميل البرنامج النسخة المجانية بعد مرور 30 يوما من تحميلك لهذا البرنامج. سيطلب منك سيريال، إذا تقوم بالبحث عن السيريال وتفعيل البرنامج. إذا لنمر إلى شرح مميزات أو ميزات هذا البرنامج. إذن لنبدأ أولا بطريقة تصوير شاشة الكمبيوتر أو الحاسوب. إذن لتصوير شاشة الكمبيوتر، هذه هي واجهة البرنامج. لتصوير شاشة الكمبيوتر نقوم بالضغط على ريكورد دي سكرين هنا. إذن ستنبثق لك هذه النافذة للتحكم في وقت بدء هنا. إذن أنا الآن أقوم أحبتي في الله أقوم بتصوير شاشة الكمبيوتر وأقوم بتسجيل الفيديو انطلاقا من هذا البرنامج. إذن كما تلاحظون وهنا توقيت أو وقت الفيديو الذي تقوم بتسجيله، وهنا للرفع من في الصوت، لرفع الصوت اوديو تقوم بزيادة او النقصان في حدة الصوت، وهنا لإيقاف التصوير تقوم بالضغط على ستوب، وهنا لإيقاف المؤقت البرنامج تقوم بالضغط على بوز، ولإعادة تشغيل البرنامج تقوم بالضغط على الأيقونة مرة أخرى، وهنا ستوب لإيقاف الفيديو بصفة نهائية، وهنا لمسح الفيديو. إذن هنا تقوم امبورت ميديا يعني تحميل الفيديو الذي تريد التعديل عنه. إذا تريد مثلا تحميل أو تعديل على فيديو، ثم تقوم بتحميل الفيديو. مثلا هنا أقوم بتحميل أحد الفيديوهات، نقوم بالعمل عليها. إذا مثلا أختار هذا الفيديو مثلا. إذا هذا الفيديو قمت بتصويره بكامتازيا ستوديو. إذا بعد تحميلك أو إمبورت، بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم، بعد تحميلك لهذا الفيديو إذا تقوم بالضغط عليه مرتين ليظهر في هذه الشاشة هنا، أو تقوم هنا بالضغط على الفيديو تقوم بالضغط على الفيديو ثم تقوم بسحبه إلى هذه التراك هنا. إذا
هناك تراك خاصة بالصوت أوديو، هذه تراك خاصة بالأوديو صوت الفيديو، هنا تراك خاصة بالصورة. نعم، إذا بعد سحبك لهذا الفيديو إلى هذه النافذة هنا، تقوم بالتسجيل هنا على الفيديو، لتشغيل الفيديو تقوم بالضغط هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على الآن وعلى آله وصحبه. الفيديو يشتغل، اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت. نعم، إذا مثلا لعمل زوم لمكان ما، مثلا لهذه الصورة مثلا أريد عمل زوم لكي تظهر بشكل جيد أو بشكل واضح، أقوم بالضغط على زوم ثم أقوم بوضع هذا الإطار على الصورة. هنا أوديو مثلا لكتم الصوت، هنا تضغط السيلانس لكتم الصوت، لإعادة تشغيل الصوت تضغط على هنا، للتحكم في حدة الصوت تقوم بزيادة في حدة الصوت، تقوم بالضغط على فوليوم أب ثم نلاحظ إذا الصوت هنا يزداد أو حدة الصوت تزداد. إذا للزيادة في حدة الصوت تضغط على فوليوم أب، لتنقيص حدة الصوت تضغط على فوليوم داون. إذا نقوم بالضغط بالرجوع إلى حدة الصوت الأصلية. نعم، إذا هنا لريموف الصوت، يعني حذف الصوت من الفيديو والاكتفاء بالصورة فقط، وهنا لإضافة صوت آخر على هذا الصوت. نعم، إذا ننتقل إلى شيء آخر، هنا ليبراري، هنا ليبراري لإضافة مقدمة أو مكتبة كامتازيا، وهنا لإضافة فيديو أو مقدمة لفيديو. هنا مثلا هذه المقدمة لإضافتها تقوم أنيميتد، هذه مقدمة تقوم بالضغط عليها، ثم لتغيير هذه الكتابة تقوم بالضغط على كيو هكذا. إذا كانت عندك عدة مقاطع في الفيديو أو قمت بعمل فيديو لعدة صور أو مونتاج لعدة صور، تقوم بإضافة ترانزيشن بين كل مقطع ومقطع آخر. إذا يكفي فقط هنا مثلا قمت بوضع مجموعة من الصور بنفس الطريقة التي قمت بإضافة الفيديو، تقوم بإضافة الصور هنا، وتقوم بين كل صورة وصورة أو بين كل مقطع فيديو أو مقطع فيديو آخر تقوم بإضافة ترانزيشن، تختاره من هنا ثم تقوم بسحبه إلى الفاصل بين الصورتين أو مقطعي الفيديو. إذا هنا مثلا تقوم بتكبير تكبير هذا الإطار من هنا أو تصغيره. هنا كيو هنا مثلا في ميزة كيو تقوم بإضافة مثلا إضافة تعليق على الفيديو، مثلا أقوم باختيار هذا الإطار مثلا، لاحظ تقوم بتكبيره أو تصغيره حسب ما تريد، ثم تقوم بالضغط عليه لتحويله لوضعه في المكان الذي تريد في أسفل الفيديو هنا أو هنا. للكتابة على هذا الإطار تأتي إلى هنا، تختار اللون، مثلا أختار اللون أسود هنا، تقوم بكتابة أي شيء مثلا سبسكرايب على سبيل المثال. سبسكرايب هكذا، لاحظ
ثم تقوم بالدليل على هذه الكتابة من هنا، دليل على هذه الكتابة. إذن أي تعديل هنا يظهر، أي تعديل قمت به يظهر هنا. إذن هذه هي الميزات المتوفرة في كامتازيا. إذن الميزات الأساسية أو الوظائف الأساسية في كامتازيا، أنت بطبيعة الحال بعد تحميلك للبرنامج يمكنك العمل بالبرنامج واكتشاف الوظائف الأخرى. إذن هذا كل ما في الأمر. أتمنى أن تكون قد استفدت من هذه الحلقة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.